أنا الآن متواجد في مدينة مكناس، وبالذات يعني قريب ندخل ساحة العديم، الساحة المعروفة بباب منصور العلج، الباب الشهير يعني من أهم المعابر التاريخية، إلى جانب طبعا سري سواني والضريح والقصر ومخازن الحبوب وإلى آخره من مدينة مكناس. ولكن هذه الساحة هذه ما يمكنش واحد يجي مكناس وما يدوش منها ولا ما يجي يشوفها. مدينة كتميز يعني نسبيا بانخفاض أسعارها بالمقارنة مع مدن أخرى، وبصراحة في كل مرة اللي كنجي لهذه المدينة يزداد سخطي على المسؤولين عن تدبير شؤونها. ما عرفتش هاد الناس هادو كيسافروا على برا، كيشوفوا مدن أخرى، كيشوفوا دول أخرى، مدن في دول أخرى. مدينة بهذا الحجم، مدينة بهذا التراث، يعني مصنفة تراث عالمي، عار أنها تكون في هذا المستوى. هذا عار، فأنتم كتشوفوا الكميشة ديال السياح، مع 10 ولا 12 سائح في هذه الساحة هذه. في الوقت اللي كنتذكر في الطفولة ديالي أن هنايا كنتلف وسط السياح، يعني كتقلب على المصطلح اللي كنقولوا حنا على كحراس، ما كتلقاش، كل شيء زعر. يعني العملة الصعبة كانت، وخاصة أن المغرب حاليا اتخذ القرار ديال تعويم العملة وإلى آخره، هو في انتظار السياح باش يجيو أو ما يجيوش، هذا موضوع آخر، ولكن يجيو يلقاو المدن ديالنا على هذه الحالة هذه. بالله عليكم أنتم كتشوفوا أنه في الدقيقة واحد ودقيقة ودقيقة و38 ولا كتشوفوا الحالة اللي كل شيء مخرب، كل شيء. الأسوار ديالنا ولات واد حار، عباد الله، التاريخ ديالنا نتبول عليه. وما عرفتش هاد الناس هادو ما عندهمش غيرة على هاد المدينة، ما عندهمش غيرة على هاد البلاد. كل شيء الدولة الدولة الدولة، شكون هي الدولة؟ انت وانا والاخر والاخر والاخر. يعني شو على حالاش يطيح لك سائح هنايا، اجا ما فكك داكشي اللي صرفتيه في الاشهار وفي الحملات ديالكم. شو الحاله كيفاش عامله؟ انا طبعا ماشي حتى ماشي غير المسؤولين اللي وحديهم، لان هادشي راه كيساهم فيه حتى المواطن. مدينه تحولت الى ريف، وكما قال احد المحللين بدونت مدينه، يعني ولات باديه. إذن ما نعرف، كل شيء خصو غير ينهب كل شيء، ولكن شي واحد يبني ولا يساهم في البناء واللي يحتل على مدينته. ولا حنا عندنا الصالات ديالنا كتدخل لهم يعني عبارة عن قصور، كل شيء رفيع، كل شيء كتعتب على باب الدار، كتلقى الخنز، كتلقى الوسخ، كتلقى علاش. وبالله عليكم دابا هاد التحفة هادي، هانتوما ماشي أول مرة، راه سبق لي درت فيديو كانت المتلاشيات مرمية هنا، ولا زعما على وعسى شي ضمير يتحرك، ولا هانتوما مطرح ديال النفايات هذا. والزل اللي جا هانتوما، الزل اللي كلشي مخرب، كلشي ما عتمال هاد العينات الفاسدة من المواطنين. أنا لا أعمم، ولكن كاين عينات فاسدة هادي خصها اليدين ديالها يتقطعوا. هذا يضر بالدولة برمتها. هادي السائح شغا يجي عندك، شغا يشوف هادشي، أنا كنخجل يعني هاد التاريخ ديالنا هذا، وكنخليه بهاد الحالة هادي. معناه حنا الماضي ديالنا، ونفتخر باننا عندنا ما عرفتش شحال من قرن ديال الحضاره، ولا وانت عندك غير جوج حيوط ما قدرتيش تحافظ عليهم، بقاو تبجحوا باننا احنا اصحاب حضاره، ولا الحضاره ديالك انت كتخربها بيديك، ولا غنوليو فحال طالبان عود. تحياتي اصدقائي.